السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي في الله، كيف أحوالكم؟ نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. نتمنى أن هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأموركم مزيانة يا ربي يا كريم. اللي كتمنى الزوج الصالح الله يرزقه ليها، اللي كتمنى الذرية الصالحة الله يرزقها ليها، اللي واقفة على الطلاق الله يوقف معاها، اللي عندها ديون الله يوقف معاها، اللي مادة ديالها الحن الله يسهل عليها والله يفتح عليها أبواب الخير، والله يطمركم ويعمركم بعمارة مكة والمدينة، والله يعطيكم شي خبزة سهلة مع جماشيد، والله يستركم ما ستر لسان بيسن، والله يحفظكم يا ربي يا كريم، والله يلقي طريقكم من الشوك، والله يرزقكم من حيث لا تحتسبون يا رب يا كريم يا مجيب الدعوات. المهم الحبيبات ديالي اللي غاليت على قلبي اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى، يعني نظرا كنشوف التعاليق ديال المتتبعات وكنشوف يعني شنو كيطلبوا مني اكثر، يعني الوصفات اللي غنحط لهم الاغلبيه كيقولوا لي يا راه تخلي عليا، راه خلي عليا، راه كذا كذا كذا، وحطينا وصفات يكونوا ساهلين الله يرحمك الوالدين، وعلى هذيك الله يرحم الوالدين حتى انا ما غاديش ندخل عليكم ان شاء الله باذن الله تعالى. المهم الحبيبات ديالي، الوصفه ديال اليوم ان شاء الله هي وصفه ديال الجلب والتهيج والطاعه العابيه والمحبه، يعني مجموع فيها ربعه ديال المسائل، الجلب والتهيج والطاعه العابيه والمحبه. طريقه ديال الجلب المحبوب بشكل مضمون ومريح لك، ما فيها لا تمارة لا صداع الراس لا طلع ينازلي، يعني كنتي انتيا كتحبي شي واحد وكتعشقيه يعني من صميم القلب ديالك، ما قادش انك تعيشي بلا بيه، يعني شي شخص مثلا كيف ما كان معين لكن هو هجرك خلاك تكبر عليك كسر قلبك عذبك في حياتك، بغيتي انك ترضيه، هو نادم على دوك الفعال اللي كان كيدير معاك. غنقول لك كيفاش غادي ديري في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله تعالى. كذلك هاد الوصفه ديال اليوم اللي عارفه راسها عندها السحر ديال منع الزواج، منع الزواج والقفل كيف ما كنقولوا مقفوله، كتصلح لي هاد الوصفه اللي غنعطيكم اليوم. ملي كنقول لكم يعني السحر منع الزواج، راه يقدر انها تكون تزوجات سهل عليها الله تزوجات ولكن واقفه على الطلاق، يعني عندها مشاكل دائما، راه واخا تزوج بالراجل الاول الثاني الثالث نفس المشاكل غيكونوا عندها، لانها عندها السحر ديال منع الزواج ولا مقفوله كيف ما كنقولوا، باش الامور ديالها دائما تعيش في الصداعات والمشاكل مع الزوج ديالها والامور ما كتيسرش ليها. او ان شي وحده كاينه مع شي واحد كتهضر معاه في خطوبه فتره خطوبه ولا مصاحبه معاه، ولكن فين ما كتقول ليه يعني كيبغوا ينتقلوا للخطوه ديال الزواج والحلال دائما كتوقف شي حاجه في طريقهم دائما وابدا. المهم الاساس من هذا الفيديو ان شاء الله ككل هو جلب الحبيب وتحرقي قلبه، كما انه يعني ان هذا المكون هذا اللي كاين في هذه الوصفه ديال اليوم راه كيقضي على جميع الطاقات السلبيه، وغادي تحسي باريحيه في الجسد ديالك ان شاء الله باذن الله تعالى. انت غتحسي باللي راه الامور راه بدات كتقاد شويه بشويه، راه انت غتحسي بواحد الراحه نفسيه وواحد الراحه في الجسم ديالك، كتحسي بيه انه كيترخى، يعني كتحسي بهذا المكون هذا اللي غنعطيك الوصفه ديال اليوم باذن الله تعالى. المهم اول حاجه كنحتاجوها الحبيبات ديالي هو ثوب يكون ابيض بطبيعه الحال، هذا راه غير يعني هذا كلينيكس، انتيا راه خصك تجيبي ثوب ابيض، يعني ثوب يكون ابيض سواء ديال شي كسوه ولا ديال شي بيجامه، المهم ثوب يكون ابيض. ثم الحبيبات ديالي غادي تهزي ورق الغار، ورق الغار، ورق الغار الحبيبات ديالي غتهزي سبعات ورقات ديال الغار، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، هانتوما الحبيبة ديالي اللي مكيعرف ورق الغار هو هذا. كتهزي حبيبي حبيبتي، قلت لها حبيبي حبيبتي ورق سبعة ديال الوريقات ديال ورق الغار، كديريهم فهاد الثوب يكون بيض بحال هكا، ونتيا كتعقدي هاد الثوب، كتهزي هاد الثوب هذا كما قلت لك يكون ثوب ابيض، وكتحاولي هادي انك تعقدي عليه، يعني
تسدي عليه مزيان هاد، كتهزي ورق الغار وكديريه في ثوب يكون ابيض وكتسدي عليه ولا كتعقدي عليه كيف ما كنقولوا. هاد طبيعة الحال كيف ما قلت لكم خص يكون ثوب ابيض، انا راه غير درت لكم هذا للشرح فقط. المهم من بعد شنو غتقولي؟ كتقول ترددي هاد العزيمه هادي، شاروش ماروش شاروش ماروش، احفظوا قلب فلان بن فلانة على محبة فلانة بنت فلانة بحق هذه الأسماء التي رددتها. شاروش ماروش شاروش ماروش، احفظوا قلب فلان ابن فلانة على محبة فلانة بنت فلانة بحق هذه الأسماء التي رددتها. طبيعة الحال هنا في حالة ما كنتيش كتعرفي الاسم ديال الأم ديالو، بإمكانك أنك تعوضيها بالاسم ديال ابن حواء، يعني هنا راه ما فيش مشكل. من بعد الحبيبه ديالي كتهزي هاد 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 الكميسه هادي ولا هاد التويب هذا اللي فيه سبعات الورق ديال ورق الغار، وغادي تبيتيها حداك ليله كامله، غادي تبيتيها حداك ليله كامله وهي بايته حداك يوميا لمده 7 ايام، دائما غتبقى تبيتي حداك هاد الكميسه هادي، غتبقى تبيتيها معاه. وكل نهار كل نهار غادي تفتحي ديك الكميسه، يعني فقتي مثلا انا مثلا اليوم راه غادي مثلا درتها اليوم بات حدايا هاد الكميسه هادي، الغد الاخر ان شاء الله غادي نفتحها، غادي نفتحها وغادي نهز واحد الورقه فقط ديال ورق الغار، واحده فقط، لان هاد الوصفه الحبيبات ديالي يعني كتمتد الاسبوع كامل يعني 7 ايام. وغترجعي تعقدي هاد الكميسه هادي، كتبطيها لبلاصتها وكتخبيها في شي مكان، وكتهزي هاد ورقه الغار. هاد ورقه الغار الحبيبه ديالي شنو غادي ديري بها؟ غادي تمشي للمرحاض، تصنتوا ليا مزيان، غتمشيو للمرحاض. وعلاش غنقول لكم للمرحاض؟ لانه المكان الوحيد اللي في البيت اللي كتجمع فيه الطاقات السلبيه اللي كتعكس الامور ديال الحياه ديالك الحبيبه ديالي. تصنتوا ليا مزيان، ملي غتهزي ورق الغار غادي ديري ليه ما الزهر، يعني غتمسحيه ما الزهر. تصنتوا ليا الحبيبات ديالي باش نوريكم ما الزهر كيفاش غادي ديري ليه. ها نتوما الحبيبات ديالي، دابا هذا هو ما الزهر، ها نتوما ما الزهر. كنهزو هاد ما الزهر هذا، كنهزو شي كلينيكس ولا شي هذا قطن، يعني يكون، وكنحاول انا نقول بسم الله بسم الله، وكنمسح هاد ورق الغار. يعني بطبيعه الحال ما خصوش يكون مبلل بزاف، باش لان ورق الغار راه الى يعني، وتحاولوا انه ما يتقطع ما والو. ها نتوما كتمسحوه بهذا الشكل هذا. من بعد الحبيبه ديالي ملي غتمسحوا ليا ما ورق الغار بماء الزهر، شنو غادي ديروا؟ غتهزوا واحد البوطه ولا مجمار اللي عجبكم، عندكم مجمار مزيان عندكم بوطه مزيان، وغتمشوا للمرحاض كيف ما قلت لكم، وغادي تهزوا هاد الورقه هادي وغادي تلوحوها فوق البوطه ولا فوق المجمار، وغتحاولي انها تحرق، يعني وهي كتحرق، غتلوحيها وهي كتحرق. مادام هي كتحرق الحبيبه ديالي شنو غديري؟ نجي كتقولي هاد العزيمه هادي اللي هي اقسمت عليكم، اقسمت عليك ايتها الورقه الخضراء الطاهره كما تحترقين في نارك ان تسلطي نار المحبه على قلب فلان ابن فلانه بالجلب والمحبه والطاعه العمياء لفلان ابن فلانه. غنعاود، أقسمت عليك أيتها الورقة الخضراء الطاهرة كما تحترقين في نارك أن تسلطي نار المحبة على قلب فلان ابن فلان بالجلب ولا المحبة والطاعة لفلان بنت فلان. ها هي انت دابا هاد العزيمة هادي محدها كتحرق هادي، انت راه كتعاودي هاد العزيمة، كتعاودي هاد العزيمة هادي حتى كتبان لك الورقة تحرقات كليا، حتى كتبان لك الورقة يعني تحرقات كليا. قسما بالله اقسم
أن الحل بين أيديك وسهل وطبيعي وماشي مكلف وما كيسبب حتى شي أضرار على الصحة. يعني القرار الأول والأخير والحل بين يديك انتيا، يعني هادشي كامل بين يديك انتيا. إذا بغيتي تنوض تقعدي من بلاصتك باش أنك تبالي براسك، باش أنك تندمي هاد بركابي هذا، باش أنك تهني من الطاقة السلبية اللي مدمرة لك حياتك، لأنه راه ماشي دائما وأبدا كيكون هو الغلط من جهتك. راه كاينين الناس وكاينين الدراري اللي هو راه غيكون كيبغيك وكيموت عليك وكيعشقك وميكدبش عليك بالفعل، ولكن راه أنت اللي عندك واحد الحاجة، أنت هي اللي عندك مشكل. يعني كيكون عندك العكوس اللي كتعكس لكم الأمور ديال الحياة، حتى هو تلقاه بعض المرات كيقول لك انا راه ما برتاحش، راه هاد الحاجه هادي ما برتاحش فيها، بالرغم انه راه باغيك وباغي معاك الحلال وكل شيء، ولكن راه الامور ما كتيسرش لانك انتيا ما باليتيش براسك، انتيا مخليه راسك وناعسه وما كديريش النيه وما كتنوضيش انك تسببي راسك. المهم الوصفه كيف ما قلت لكم بالجهه هذه، الناس اللي غيسولوني شحال من مره كدار بطبيعه الحال كيف ما قلت لكم كل نهار كتحرقي ورقه، لانهم سبعه الوراق اللي كديري في هذه الكميسه هذه، وكل ليله كتبيتيها حداك، كيوصل الغد الاخر كتجبدي وحده وكتسديها وكترديها عاوتاني، كتحتفظي بها عند الملابس ديالك حتى الليل وكتبيتيها حداك مدة سبعة ايام. الناس اللي غيقول لها فين تغنبدا هذه الوصفه، بدايها في اي وقيته بغيتي، اي وقيته بغيتي بدايها. راه ورق الغاره الحبيبات ديالي قلبوا عليه سولوا عليه، راه هو معروف الجلب وكينحي اي حاجه خايبه، اي حاجه خايبه كاينه في الدار كاينه، يعني عندك السحر تابع عند خويا بزاف، راه ان شاء الله كينحيهم. بغيتي تبداي الوصفه بدايه في اي نهار بغيتي ان شاء الله باذن الله تعالى، ما كاينش حتى شي مشكل. الناس غنقول لها واش طاهره ولا غير طاهره، هذه ما يعني ما كتشطرش فيها الطهاره ولا غير طاهره، ولكن انا كنقولها يعني كنقولها لكم كنصيحه فقط. يعني يستحسن انك حتى تكوني نقيه وتوضي الوضوء الكبير وهذا عاد بداي الوصفه، سيرتو خصوصا اللي بحال هذه. المهم تهلاو ليا فراسكم تال فيديو الجاي ان شاء الله باذن الله تعالى، وما تنساوش انكم تدعوا يعني تخلوا البصمه ديالكم بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتهلاو ليا فراسكم تال فيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.